اكتر لعيب عجبك النهارده واداؤه كان بالنسبه لك يعني كنت فرحان بيه؟ بص انا هقول لك حاجه، اتفضل. سر فوز منتخب مصر في ساحل العاج وماتش ده هو تألق كل اللعيبه. يعني انت ما تيجي تدي كم من 10، يكون مثلا زمان يقول لك 3 من 10، 4 من 10، 6 من 10، 8 من 10، النهارده كل اللعيبه 10 على 10. انت النهارده ابو جبل لو ما جابش ما صدش الكره دي في الدقيقه صحيح 81 صحيح كانت الدنيا راحت في حته ثانيه. صح. النهارده محمد صلاح ومحمد عبد المنعم بروحه اللي موجوده دي، بسم الله ما شاء الله. النهارده فتوح وعمر كمال عبد الواحد، النني الماتش الثاني على التوالي، الماتش الثاني على التوالي مكسر الدنيا. النني افضل ماتشين شفتهم له مع منتخب مصر من فتره كبيره جدا، وهو حتى مع الارسنال. النهارده ايمن اشرف حتى بعد ما غلط في الكره الاولانيه دي، لا برضه رجع وما تاثرش، تماسك كويس، تماسك ورجع وبسم الله ما شاء الله عليه. النهارده تريزيجيه النهارده اهم مباراه دي بعد غياب اكتر من 8 9 شهور عن بسبب اصابه الرباط الصليبي. صح. النهارده تريزيجيه كويس جدا وبيخش وبيلتحم وبيثبت. النهارده اللعيبه كلها رجاله. محمد صلاح النهارده الناس اللي بتتكلم، محمد صلاح هو مان اوف ذا ماتش، عمل جول وجاب جول وكان محطه مهمه جدا وبيستلم تحت ضغط. بسم الله ما شاء الله عليه النهارده، يعني كل اللعيبه النهارده رجاله.